ازاي تحمي نفسك من شخص المتحرش؟ وازاي تعرفه؟ في مواصفات عامة اتفق عليها على انه بتنطبق بنسبة 99% على المتحرش. اولا بيبقى سلوكه العام بشكل عام في عنف، في نوع من الحده والقسوه كده والعنف شويه. ايضا هو ما بيبقاش شخص عنده قادر او عنده قدره على ان هو يبني علاقات طيبه مع الاخرين. دايما بيبقى ذهنه مشغول بالامور الجنسيه، دايما بيبقى ذهنه متجه الى هذه التصرفات، حاططها في دماغه على طول. عنده دايما معتقدات في دماغه تبرر له مسألة التحرش. دايما دي مرت من قدامي لابسة ملابس شفافة، دي مرت من قدامي لابسة قصير، دي مرت من قدامي لابسة كذا، إذا هم اللي دفعوني إني أنا أعمل كده. فدايما عنده في ذهنه مبررات التحرش دي جاهزة عنده في دماغه كده، هو دايما بيحاول إن هو يبرر لنفسه للآخرين ويجد لنفسه العذر. عدم الاستقرار المادي والعائلي، لما بيكون في حد ممزق اجتماعيا أو بيعاني من مشكلة اجتماعية أو مادية، فبيصرف ذهنه إلى هذه التصرفات. أيضا هو شخص ما عندوش قدرة على التحكم في ذاته، شخص ضعيف من جوه، ما بيقدرش يمسك نفسه، ما بيقدرش يقول لنفسه أو يكبح شهواته، بيقدرش يقول لهذا التصرف غلط، هذا التصرف حرام، هذا التصرف أنا ما أقبلوش على أسرتي أو أختي أو بنتي أو أمي أو مراتي. فاقد السيطرة. أيضا هو بيجد متعة إنه يضايق الناس، إنه يزعجهم، بيشعر بنوع من الانتصار وبيحس بذاته لما أنا ضايقت ده وأنا خليت ده يخاف مني وخليت ده يصرخ وخليت. إذن هو في النهاية شخص يفتقد إلى إنه يبقى إنسان متوازن، إنسان سوي، إنسان يخاف الله بينه وبين ربنا. هذا البرنامج برعاية المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الدكتورة منى عامر، رواد المحاماة. الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض.